إذا منذ سنوات ونحن نعيش في بلادنا على خطاب تقنين، على إعلام يبيع بالمغاربة رسالة مفادها أن أوضاعنا جيدة، وأن الوضع في الصحراء متحكم فيه، وأن وضعنا الدولي على أحسن ما يرام، لدرجة أن هذا الخطاب المبالغ في التقنين ولد تكاسلا مجتمعيا وحزبيا ونقابيا وجمعويا، على اعتبار أن الأمور نضية ونحن في بلادنا والوحدة الترابية مكرسة، وأن هادشي كله الكين هي بعض المؤامرات خصوصا الوحدة الترابية وأساسا الجزائر. لأن لكي نفاجأ في مفاجأة في السنوات الأخيرة بأن هذا الخطاب السياسي والدبلوماسي لا يصمد أمام شراسة الواقع، أن هذا الخطاب المطمئن تواجهه أسئلة مقلقة، أسئلة ملحة وعلامة استفهام كبرى على الصعيد الدولي في الأمم المتحدة لدى كثير من العواصم، وأيضا في بيوتنا وفي مدننا وفي شوارعنا وفي صحرائنا. فإذا لابد في إطار المثالي وفي إطار المنظمات العتيدة أن نحاول أن نقارب الموضوع بما يجب من وطنية ومن مسؤولية ومن تأكيد على مغربية الصحراء وعلى استعدادنا الجماعي والحماسي للدفاع عن المغرب، ولكن أيضا بما يجب من الشجاعة المقابلة والسياسية لكي نضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق ببعض الممارسات. إذا قبل الخطاب لجلالة الملك حدثت أمور متعددة، أمور اجتماعية ومطلبية وسياسية إلى آخره في مدننا وفي مدائن الصحراء المغربية. وصل إلى شوارعنا الربيع العربي، ووصل إلى شوارعنا غضب الشباب والنساء والفقراء والمعيشين، وكان المطلب الكبير هو الخروج من وضع إلى وضع تحترم فيه الحريات، إلى وضع يتقلص فيه الاستبداد، إلى وضع تحترم فيه كرامة الناس. في مبادرة حضارية أنقذ جلالة الملك المغرب مما أصاب عموم العالم العربي بمبادرته الاستباقية لتأثير الدستور ولتدشين حوار مدام خالص. هذه الدينامية التي نعيش الآن تداعياتها هل وصلت إلى أقل من الجنوب؟ هذه الوضعية الدستورية بكل ما تكرسه من حقوق ومن حريات ومن ترتيبات جديدة خاصة فيما يتعلق بالجيروية المتقدمة، كيف ترجمناها في الأقاليم الجنوبية؟ وهل تعاملنا معها كدولة، كمؤسسات، كحكومة، كأحزاب بنفس الوضع؟